العلم بديتها في 86، بعد 86 ما ضيعت ولا واحد، لكن كنت راح نحضر في 82، كان صغير السن شوي، انا في عمري 58 سنة. قطر صعدتها كثير، انا قلت ما زيدش تعود زي روسيا، لكن صعدتها كثير قطر، صعب تكون زي قطر والله اعلم. شوف لي هذه اول حالية لي فخر عظيم. فخر ما نقدرش نوصفهولك، عشان كل الدول نقولوا رايحين للبرازيل، رحنا لروسيا، رحنا لقطر، دولة عربية. والدولة العربية دي أبهرت العالم. شوف نشجع أول حاجة الدول العربية، وخرجوا ذاكني مع وراء المغرب، أنا بدرت البريطة جزائري رجعت مغربي. ونشرع الدول الإفريقية.